الآن هل تكتفي المعالجة الأمنية، هل نكتفي بالمعالجة الأمنية، نحكم 7 أشخاص ونوديعهم السجن؟ هل يوقف هذا الحرقة؟ الحكومة قامت بعدة إجراءات وملتقيات وتوصيات، بما فيها الملتقى اللي داروا اليوم وزير الداخلية الذي أشرف على لقاء للمجتمع المدني، وتعرفوا باللي لقاءات كثيرة تصار على المجتمع المدني في الفترة الماضية، وحسب الوزير وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم الراد، فإن الرئيس تبوني يولي أهمية كبيرة للتنمية المحلية بدليل تأكيد على مراجعة قانوني البلدية والولاية. وقال الوزير خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للملتقى الوطني للجمعية المحلية: أعتقد أن الرئيس تبون قام أو قرر تنظيم تركيبة المجتمع المدني من خلال تأسيس مرصد للمجتمع المدني، وأهمية هذا المرصد وهذه الجمعيات هي رفع أو صناعة الوعي ورفع الحس المدني لدى المواطنين وتحديدا الشباب. فأين هي هذه الجمعيات في مواجهة هذه البارونات التي تدمر المجتمع الحقيقي والتي تلاحق الشباب؟ هذا هو السؤال المطروح بإلحاح. ولكن نبدأ أولا بالتعليق على الحوادث الأخيرة، شبكة الحرقة والمخدرات. معنا الناشط الجمعوي السيد محمد الطاهر ديلمي عبر الهاتف. أستاذ ديلمي مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا قناة، مرحبا. طيب أستاذ ديلمي، يبدو بأن شبكات الحراقة لا تتوقف، وهذه العصابة الجديدة في الجزائر ما هي إلا واحدة من عصابات كثيرة، وهنالك انتعاش لمثل هذه العصابات في الفترة الماضية، أليس كذلك؟ أولا شكرا لك على الاستضافة. ثانيا يجب أن نكون واقعيين، مثل ما أنت عندك جرأة في طرح المواضيع، هذا يجب أن نتفق على أساس بأن ما يجري الآن هو تدمير لعقل الشباب الجزائري بفعل منهجية مدروسة من مخابر أجنبية ودول الجوار، ما هدفها تركيع الجزائر عن طريق اختراق عقل الشباب الجزائري. هذه يعرفها الخاص والعام، وليس يعني هروبا من الواقع. ثانيا أنا أعتقد بأن بكل صراحة أعتقد بأن قضية المخدرات إجمالا والحرقة بصفة خاصة تستلزم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة بين مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية، لأنه أنت تتكلم جيدا عن التدخل الأسلاك الأمنية، وأنت تعرف يا سيدي الفاضل الأسلاك الأمنية دورها وقائي وردعي بحكم القانون وبحكم الدستور، ولكن مع الأسف الشديد الكثير من القطاعات، ونقولها بكل واقعية، الكثير من القطاعات تخلت عن دورها المنوط بها في عملية التحسيس وعملية التوعية وعملية المرافقة، وتركت الأمر وحده إلى الجانب الأمني. الكل الأمني لن يجدي نفعا، لأن الكل الأمني هو عمل ردعي باسم القانون ويحمي المجتمع من مختلف المخاطر. وبالتالي الآن عندما نتكلم عن هذه الظاهرة التي أخذت أبعاد خطيرة، أنت تكلمت أنها وصلت إلى المساجد، والآن أصبحت في الأحياء على المكشوف، يعني على المكشوف على المكشوف، الناس كنت تتفرج في الثانويات والمدارس والجامعات. طبعاً 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 في كل مكان، معناها راهي ظاهرة خطيرة جداً جداً، ومع الأسف المجتمع مسكوت عنها، وفيه تواطؤ من المجتمع مع الأسف الشديد، معناها فيه تواطؤ من المجتمع، المجتمع ما عندوش ثقافة التي تؤدي إلى ثقافة الإبلاغ، يعني الإبلاغ الجدي مش قضية معناه. وبالتالي احنا اليوم نعيش هذا الوضع الخطير فيما يتعلق بتأثير المخدرات. لو تعرف يا سيدي الفاضل المخدرات تأثيرها على 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 الشباب وعلى المتمدرسين، يعني لو تحكي في قطاع التربية تشوف لك يعطيك أشياء وأشياء خطيرة جدا. وبالتالي اليوم الجزائر عليها أن تعد استراتيجية هادفة ومؤسسة ومنطلقة من واقع. ما هي جدوى انصارحك؟ ما هي جدوى هذه الهيئات الموجودة؟ هذه صحيح. الهيئات الموجودة يعني أنا أفهم من كلامك سيد ديلمي بأن المعالجة الأمنية مطلوبة وضرورية، طبعا ولكن القانون، ولكن لأنه يبدو بأنه حتى المشرع منش عارف لا تتفق معي ولا لا، هنالك تغليظ للعقوبات، يعني الآن أصبح اللي غلط يخلص بعقوبات كبيرة، فالمسألة من ناحية الردع موجودة، ولكن
أنت أشرت إلى نقطة التبليغ وهذا عنده علاقة بالوعي والحس المدني. نعم. نعم. وأيضا هنالك نقطة الوقاية، وهنا السؤال يطرح على مستوى المجتمع المدني. عندنا بزاف جمعيات تهتم أكيد. بالشباب، ولكن هؤلاء الشباب هم الذين يرتمون في أحضان العصابات. السؤال نعم. علاش يروحوا العصابات ويخلوا نعم. الجمعيات؟ هذا هو السؤال. أولا قادر لازم يكون واقعي. لازم يكون ألو معك أستاذ ديلمي تفضل. نعم تفضل. هذا لازم يكون واقعيين. المجتمع المدني، الجمعيات الفاعلة، لا الجمعيات الفاعلة والمجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدور فعال وملموس وهادف إلا في إطار استراتيجية الدولة. مش ممكن، يعني مش ممكن يقود واحد عملية هكذا موازية لمؤسسة الدولة. يجب أن يندمج في إطار العمل الاستراتيجي لمؤسسة الدولة، معنى أن الاستراتيجية الدولة تعدها وتطلب من المجتمع المدني ومن الجمعيات المتخصصة، ما أقولش كل المجتمع المدني، أنا معنى أنادي بالتخصص في دور الجمعيات. وبالتالي اليوم عندنا قضية المخدرات، أولا يجب تكون جمعية متخصصة، وهذه الجمعية يجب تتوفر لها أطباء نفسانيين ومرشدين، مش كلام فارغ برك والله المطويات، لا مش كلام فارغ المطويات، مش قضية مطويات، قضية مصير أمة ومصير أجيال، مش قضية عمل مطويات وشعارات وتوصيات وشعارات لا لا لا, لا. وبالتالي نشوف لك قاعدة لازم إذا مشينا في هذا الإطار لازم ما نسميه الرواق الآمن. ما معنى الرواق الآمن للشباب وللمتمدرسين؟ يجب أن نذهب إلى الفضاءات المغلقة. ما معنى الفضاءات المغلقة؟ هي الثانويات ودور الشباب ومارسة التكوين المهني التي يمكن مخاطبة فيها المتمدرسين بلغة العقل وليس لغة التهديد، بلغة الإحساس وليس بلغة الأبوية. وبالتالي لازم نفتح حوارا واسعا مع 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 مع, مع الشباب بلغة جديدة وبعقلية جديدة. وهذه العقلية أولا. نزيد حاجة أخرى، أنت تعرف قد باللي معنى المرأة كي يقول الرواق الآمن، لازم يتتوافى شيئين. الشيء الأول يتعلق بالمرافقة الأمنية والنفسية والطبية والاجتماعية. والثاني نحن نفتقر بصراحة، خلينا نكون بصراحة معك نفتقر إلى مراكز العلاج للمدمنين على مستوى الوطن. صحيح. أنت في العاصمة عندك زوج مركزين، عندك واحد في الشراقة وعندك واحد في درقانة، وما عندوش كل إمكانية لازمة باش يقوم بالعملية. وبالتالي الآن علينا أن نقوم باستراتيجية واضحة وشاملة وهادفة، أو تمشي إلى عقول شبابنا، لنحاول على الأقل فرملت في المرحلة الأولى، فرملت هذا الأخطبوط الذي يهدد شبابنا. صحيح. طيب أنا فقط أشير إلى أنه عندما قلت أنا قبل قليل بأن العقوبات نعم. أصبحت كبيرة وغليظة ضد المتورطين، أنا نقصد البارونات وزعماء العصابات. فهم. صحيح. لا يعني أنا نقطة للمشاهدين أستاذ ديلمي، لأنه الشباب الذين يرتمون في أحضان هذه العصابات المطلوب سواء من المشرع القضاة أن نتعامل معهم كضحايا، خصوصا إذا لم تكن لديهم سوابق، هذا أولا. وثانيا كمرضى يجب علاجهم كما قلت، أن نوفر مراكز علاج أكثر من أن نذهب إلى معاقبتهم بصورة مباشرة. لذلك كانت الدولة تتعامل بنوع من المرونة مع الحراقة، رغم أنه هنا سؤال وزير الداخلية اليوم في اجتماعه مع في اجتماع الجمعيات المحلية والتنمية المستدامة، ونعرفوا بلي نقطة التنمية هي الأسلوب الذي يجب أن توفره الحكومات لإبقاء الشباب في مناطقهم، لأنه علاش يحركون يلقى خدمة ويلقى مصدر رزق ويلقى، رغم أنه كان بعض الحالات الآن حتى وميسورة الحال وتحرك، هذه حالات خارجة عن القاعدة. متفق معك. الآن التنمية هذه كيف يمكن أن تصل إلى مستحقيها؟ الوزير إبراهيم الراد يحكي على استراتيجية يجب أن نستخلص فيها التجارب ونقوم بإطراء المنظومة القانونية، ما رأيك أنت أستاذ ديلمي؟ خليني أكون معك صريح. أتفضل. أولاً الفئة المقصودة بالمخدرات ألو؟ معك أستاذ ديلمي تفضل. أو خليني أكون معك صريح. الفئة تفضل. المقصودة بالمخدرات وليس الحركة ليست فئة هشة يا قادة. ليست فئة محرومة فقط، لا ماشي غير فئة الهشة والفئة المحرومة، بل فئات ميسورة في المجتمع لها الإمكانيات. هنالك خلل موجود، هذا الخلل يجب أن نعالجه بواقعية.
صح التنمية المستدامة إدخال، يعني لأن الفراغ القاتل لشبابنا هو الذي أدى به إلى هذا الانحراف، وبالتالي العودة إلى إدماج الشباب وفتح فضاءات للشباب رياضية وتكوينية ودراسية وتنشيطية، وكل ذلك يساعد على الاستقرار النفسي لشبابنا. عندما شبابنا يجد نفسه في فراغ معناه يمشي للإحباط ويمشي لليأس، واليأس تعرف ماذا يؤدي إلى عواقب خطيرة على المجتمع. إذن اليوم علينا أن نفكر في استراتيجية بعيدة المدى وقصيرة المدى من أجل كل قطاعات يجب أن تتحرك، وتغيير الخطاب. نعم، وتغيير الخطاب لكسب ثقة المواطنين. لا، اسمع ملاقات الآن الخطاب الأبوي والخطاب التخويفي والخطاب الردعي أصبح لن يأتي شيء، والله واحد ما يسمع لك، أنا أقول لك بكل صراحة. الخطاب الحقيقي والذي يخاطب العقل، شوف قادة، احنا تأدرى مني والشروق تابعتنا، كي كنت أنا في الشعب الولايه كنت رئيس اللجنة القطاعية للوقاية من الأفات الاجتماعية في المخدرات، درنا تلقينا مع 20,000 متمدرس في العاصمة، يعني في عامين تلقينا مع 20,000 متمدرس في العاصمة من الأسلاك الأمنية والأطباء والنفسانيين، والله العظيم قادة أصارحك القول، لما وجدوا الصدق في الإخوة الذين كانوا يحاورونهم، يعني الصدق الحقيقي، اعترفوا علانية أمام زملائهم بأنهم كانوا ضحايا تاع المخدرات وضحايا تاع الأشياء هذه، وطلبوا الحماية. أنا قلت لك أنا الرواق الأمن ما يجيش هذاك فقط، الرواق الأمن فيه العدالة، فيه الأمن، فيه النفسانيين، فيه المختصين، فيه المراكز العلاج والمرافقة. إذا كل هذه العوامل تأتي متكاملة، ما نخليوش الجهات الأمنية بصراحة وحدها تتخبط في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يتجاوز الجانب اللي طار القمعي من فهم القانوني على كل حال، يعني الردعي من فهم القانوني، ولكنه أيضا حالة اجتماعية. علينا أن نركز في وسائل الإعلام بصفة خاصة، معناه فتح حوارات مع الإخصائيين ومع النشطاء الحقيقيين ومع العلماء الاجتماع وعلماء النفس والأطباء المتفقين، لأن هذه ظاهرة خطيرة جدا. ذكرتني بوسائل الإعلام يجب أن لا نقع في فخ، خصوصا شبكات الحراقة مدام هضرنا عليها عن التجارب الناجحة، أنه نقدم واحد مثلا حرق، هو راح في الأساس حرقة وقدر الله أنه نجح، كما قدر الله أن يموت الألاف آخرون غيره ونجح مثلا في أوروبا، وهذا تاني تقدير تاع الله عز وجل، مثل ما قد يفشل آخرون. فنحن في الإعلام كاين حالات على كل حال نهلل لهذه الحالات، ما نشوفوش بأنه الأساس هو ذهب بطريقة غير شرعية، نقولوا نموذج ناجح ويعطيه الصحة ويشرف بلده بالصحراء حراق. يعني لقنا نفهموا رواحنا، إذا كان نشجعوا الحرقة ونشجعوا هذه الأمثلة نتبنوها، إذا نشوفوا باللي رانا نساهموا في هذه الظاهرة من حيث لا ندري فهذه مسألة خطيرة أستاذ ديلمي. كان من المفروض على هذه كان من المفروض قادة أنا معك. كان من المفروض على هذه الوسائل الإعلام التي تروج لهذه الحالات أن تطرح السؤال، لماذا هذا الشاب يبدع هناك ويفشل هنا مثلا؟ لا يعني صحيح. لماذا يبدع هناك ويفشل هنا؟ دونك البيئة هي التي معناها البيئة التي تفرض عليه الفشل وتفرض عليه النجاح، وبالتالي هنا يلقى نفسه محبط عايش في الدوامة يعني مغلقة، وبالتالي هنالك ما عندكش كلام واحد اخر، عندك زوج، عندك المؤهل وادخل المخبر والله بذراعك تروح، ما كانش حاجة واحدة اخرى تم. صحيح. يعني لا، وبالتالي هذه العناصر تاعنا هما معناها الابناء تاعنا هما ضحايا في الحقيقة، وبالتالي علينا ان تكون المعالجة واقعية موضوعية بعيدا عن 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 عن, عن اسمح لي بالعبارة هذه، بعيدا عن اكتيفيزم بالنسبة للقضية، مش قضية اكتيفيزم بل قضية نشاط. صحيح. قضية معالجة حقيقية. صحيح. لهذا الموضوع وتبني حقيقية. استراتيجية واضحة. يعطيك الصحة أستاذ محمد طاهر ديلمي الناشط الجمعوي. شكرا.